السلام عليكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بخير. جمعة مباركة على الجميع. اليوم غادي نهضروا إن شاء الله على أتوميكس فلوج أو مجموعة الصدق والتعاون. فبالتالي يعني أول حاجة غنغتنم الفرصة باش نحيي مجموعة الصدق والتعاون بكل كوادرها وبكل أعضائها والرؤساء ديالها اللي هما أتوميكس فلوج وقلب الإسلام. أتوميكس فلوج هو الراعي الرسمي أو هو المساند الرسمي لهذه المجموعة، هو اللي كيسهر على هذه المجموعة، هو اللي كيدعم هذه المجموعة، يعني هو المساند الوحيد اللي كيدعم الناس. يعني ملي كيدعم يعني كيدعم بواحد القوة، كيدعم بواحد يعني بواحد المساعدة كبيرة، يعني كيساعد الناس. إذا بزاف ديال الناس كيقول لك باللي أتوميكس فلوج مثلا نصاب أو لا ما كيدعمش أو لا. أنا شخصيا يعني من التجربة ديالي دائما كنستعمل هذا شخصيا. انا من التجربه ديالي ملي دخلت معاهم يعني في هذه المجموعه، ملي كتسمع المجموعه راه شرحت عاود شرحت عاود شرحت، راه ماشي شي مجموعه زعما في واتساب ولا في انستغرام ولا، حنايا في يوتيوب، حنايا كنتعاملوا في يوتيوب هاك ورا، اجي لعندي نجي لعندك، يعني هذه هي الطريقه. لكن هذا السيد اللي كيتسمى اتوميكس فلوج كيعاونك، يعني ملي كيعاونك كيعاونك بالساعات، كيعاونك بالدولار، كيعاونك تفعل بالاشتراكات، يعني كيعاونك بواحد الطريقه يعني خياليه، واحد الطريقه يعني واحد العدد كبير. ماشي يعاونك يعني شوف لي نشوف لك، لا، يجي يشوف لك 50 فيديو 100 فيديو في النهار، يجي يشوف لك 10 ساعات المشاهدة. إذا كنت قريب مثلا الدولار يعاونك ب 4 دولار 5 دولار 10 دولار يعاونك. كاين هو وكاين أخونا قلب الإسلام، كنشكره وكنجازيه بعد، أولا كنجازيه وكنشكره بزاف على المحتوى الراقي والهادف اللي كيقدم لنا، واحد المحتوى اللي صراحة محتوى قليل اللي كاين في اليوتيوب، كيشرف اليوتيوب واحد المحتوى اللي كتفرج كتستافد، يعني ماشي غير تخرب قاعده وصافي. برافو لك اخي قلب الاسلام. خويا اتوميكس كما قلت يعني كيدعم بالساعات وكيدعم يعني بواحد الطريقه، يعني ماشي غير كيجي لعندك ولا كيعاونك باشتراك ولا يتفرج لك فيديو ولا جوج، لا، كيتفرج بواحد الكميه كبيره على داكشي كنقولوا الراعي الرسمي او لا المساند، على داكشي كنقولوا العملاق. راه هو ماشي طويل وعادي فحال الطاوله ديالي، واقيلا ما عرفت، انا عمري شفت، راه غير الناس كنسمعوا عليهم وصافي، كيتعاملوا معانا كنتعاملوا معاهم. هاد السيد اللي كيتسمى اتوميكس انا كنعرفه من زمان، ربما هادي داخله في 3 سنين، 3 سنين وانا كنعرفو قبل ما ندخل لا في مجموعه لا والو. عمره جا عندي قال لي اجي دخل مجموعه ولا هاك، ولا كون كان شي واحد نصاب ولا بغى يستغل ولا، يجي يعيط لي يقول لي اجي دخل معنا في مجموعه هذه. انا دخلت عن محض ارادتي، حتى واحد ما دخلني المجموعه ولا احد، يعني انا دخلت الراس، حتى واحد ما قال لي لا دخل لا عمل لا، دخلت وكنشوف الناس كيفاش كيديروا كيفاش كيتعاملوا، هذا كيمشي لهذا، يعني واحد التفاعل واحد. ونهار اللي دخلت يعني نيشان يعني بواحد الطريقه فعليه، شافني انني دخلت معاهم عاونوني كاملين والحمد لله حسيت بالفرق. السيمانه الاولى ملي كتدخل مع المجموعه، السيمانه الاولى كتحس بالفرق، كيكون واحد التجاوب واحد التفاعل في القناه ديالك، كتحس حتى القناه ديالك كتطور، القناه ديالك كتزدهر، القناه ديالك كتخدم يعني كتنشر، الناس خدامين كيتعاونوا معاك، ماشي يجي يتفرج لك فيديو ولا جوج ولا، راه دائما كنقولها يعني انسان كيعاون. وبالتالي بزاف ديال الناس كيجي كيدخل الاتوميكس بلوج مثلا كيخلي له سلام عليكم انا دعمتك ولا انا جيت لعندك، ولا كيكتب له تعليق وكيهرب، ولا كيتفرج له فيديو كيقول له جاوبني ولا رد الاشتراك، ولا كيقول لك اه صافي هذا راه نصاب، اه هذاك راه مشيت لعنده تفرجت له فيديو كما داها فيا او لا. شوف راه كاينين تعاليق كيطلعوا بزاف، راه يوميا كيتوصل اكثر من 100 تعليق، وتخيل انت كل يوم اكثر من 100 200 تعليق، كيفاش يشوف واحد؟ حاول تكتبوا بزاف ديال التعاليق، تفرجوا الفيديوهات ساندو، وديك الشهر ان شاء الله غيرجع لكم كل شيء بالدوبل بالتريبل، يعني بالخير الكثير. يعني حاولوا تفرجوا الاتوميكس بلوك، تفرجوا خليو تعاليق، خلي تعليق جوج ثلاثة أربعة خمسة، شافوا هاد المرة يشوفك، مرة اللي ما جا مرة اللي ما جا وكيدعمك. أنت ملي غيشوفك واحد إنسان صادق، واحد إنسان كيتفاعل مع الخوت، راه أكيد أي واحد يدافع عليك، أي واحد يقول شوف راه هاد السيد خدام خصنا نعاونه، أي واحد يقول شوف هذيك السيدة راه خدامة خصنا نعاونوها. اذا الطريقه ديال العمل هي هذه، يعني كتمشي لعندو كتدعمو، كتشاهد كل يوم كتشاهد الفيديوهات ديالو، بلاي ليست ديالو وبلاي ليست ديال اخونا قلب الاسلام، 20 فيديو 30 فيديو اللي قديتي عليه، اللي قديتي قدرتي تفتح 40 فيديو 50 فيديو، ف مزيان افضل
وغيقولها له في التعليق، قول له انا تفرجت لك 20 فيديو ولا 30 فيديو، ولا حاول تكتبوا بزاف ديال التعليق باش غيطلعوا. انا شخصيا اكيد عاود شخصيا عاود انا كيديروا لي الناس التعاليق والله ما كنشوفهم. بعض المرات كيدوز شهر 15 يوم عاد كيبان لي التعليق، بعض المرات كيتخبعوا، ولا بعض المرات كيكون في السيستم في يوتيوب، بعض المرات كل مره والله يعني التعليق كتعمل التعليق، حاول تعمل بزاف ديال التعليق باش يبانوا. واكيد ملي كتكون عامل واحد المشاهده فربي ما يخيبكش، دايما يكون واحد التعاون واحد التجاوب، الانسان يكون النيه ديالو صافيه ربي والله ما يضيع. حتى اسيدي يكون هاد اتوميكس خايب ولا شي حاجه، ربي راه ما يضيعكش، انت غير تعامل بادب، تعامل بواحد الطريقه مزيانه، فاكيد هناك ناس طيبين. اتوميكس كنعرفو ظريف، اتوميكس واحد الانسان ظريف، ما يقدر ينصب عليك، ما يقدر يطمع فيك، ما يقدر، هو بامكانه انه يخدم على القناه ديالو ويطلعها بوحده بديك الكم الهائل ديال المشتركين اللي عنده، بديك الهواتف اللي كيستعمل، الحواسيب الى اخره، راه غتقول عنده السيبر. كيفاش انسان كيدعم 100 قناة في النهار، يدعم لك 50 قناة في النهار وبالساعات الى اخره، راه الصراحة واحد العمل جبار. انا غير كنجي نتعامل نتفاعل مع الناس، مثلا عندي واحد 30 د الناس ولا 40 د الناس جاوا عندي في النهار، وتخيل انت غتفرج 40 فيديو، هذا غير انا نتفرج 40 فيديو، اما هو كيتفرج 40 فيديو لكل شخص، مثلا عندك 70 قناة ولا 80 قناة وتفرج لهم 40 فيديو لكل قناة، عرفتي راه واحد شي حاجة مكلفة. يعني هاد السيد ما كيخدمش بواحد الهاتف ولا واحد بي سي، ولا راه عنده 20 هاتف ولا 30 هاتف خاص ديال هاد الشيء وبي سيات الى اخره، يعني كاين الدعم صراحة. يعني كنت غنقول لك انا شخصيا، انا شخصيا حسيت بالدعم وشفت الدعم وشفت منه غير الخير، عمري ما شفت العيب. تبارك الله عليك اخي اوتوميكس، واي واحد كيقول شي حاجة الا وحسدا الا وغيرة الا، فربي كيجازي كل واحد، ربي كيشوف كل شيء. سير على بركة الله، تحية لمجموعة الصدق والتعاون دائما وأبدا، تحية لأخي قلب الإسلام أخي أتوميكس، وكل الكوادر كل الناس طيبين. كنقول لكم جمعة مباركة، تبارك الله عليكم، سيروا إلى الأمام. إنسان يخدم بالنية ديالو ولا تلتفت إلى الوراء، خدم بالنية ديالك وما تحقدش على الآخرين، اللي مشى الله يعاونه، اللي جا مرحبا به. أنا لحد الآن لا أعرف عدد الناس اللي داخلين في هذه المجموعة، كل نهار كيتزاد واحد جوج ثلاثة، كل نهار كيتزادوا، ما كنعرفش السميات ديالهم كاملين، كنعرف الناس اللي كيتفاعلوا معايا، كيجيو لعندي كيتفاعلوا معايا كنعرفهم، أما هناك الناس اللي باقي أنا ما تفاعلتش معاهم، أو ربما لم تتح لي الفرصة باش نتفاعل معاهم. كنتمنى إن شاء الله نتفاعل معاهم في القريب العاجل. كنتمنى توفيق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية أتوميكسية للجميع.